مرحبا بكم. على صعيد الجبهة اللبنانية تصاعدت الهجمات ما بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، حيث واصل الحزب إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ما أدى لإصابة العديد من الإسرائيليين خلال التدافع إلى الملاجئ. كما أن وزير الخارجية الأمريكي بلينكن اضطر إلى النزول في ملجأ الفندق الذي حل فيه خلال زيارته لإسرائيل قبيل توجهه إلى السعودية ضمن إطار زيارته للمنطقة. ومن جانبه أكد بلينكن ضرورة العودة إلى المفاوضات، وأن على إسرائيل الرد على إيران بطرق لا تؤدي إلى تصعيد أكبر في المنطقة. هذا وكانت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية قد قدمت فعلا خطط الرد الإسرائيلي على إيران. إلى ذلك أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تأكيده اغتيال صفي الدين الذي كان ينظر إليه على أنه خليفة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إضافة إلى اغتيال مجموعة من القادة في الحزب خلال قصف الاحتلال على جنوب لبنان. نناقش هذا الموضوع مشاهدينا الكرام مع ضيفنا العميد نضال زهوي، معنا عبر الزوم، هو الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت. وكذلك أرحب بالدكتور عاصف ملحم، الكاتب والمحلل السياسي، معنا عبر زوم كذلك من موسكو. أهلا بكما ضيفي الكريمين. لو بدأت معك عميد نضال، جيش الاحتلال أكد أمس اغتيال صفي الدين الذي كان ينظر إليه على أنه خليفة حسن نصر الله ومعه مجموعة من القادة في الحزب خلال قصف الاحتلال على جنوب لبنان. في ظل هذه الاغتيالات في قادة الحزب، إلى أي مدى لحزب الله يمكن أن يبقى متوازنا في حربه مع إسرائيل؟ استشهاد صراحة السيد هاشم صفي الدين. ثانيا الترحيب بك وبضيفك الكريم ومشاهديك. هذا الخبر يعني وكأنه حدث اليوم، يعني هو استشهاد السيد صفي الدين ومجموعة مرافقين ومستشارين لديه كانت منذ بداية الشهر. بعد تعافي المقاومة اليوم، لا نقول أن لهذا الحدث اليوم أو إعلان عن هذا الحدث، وهو قد يعني تبنت هذا الكلام المقاومة في بيان لها وقالت أن السيد صفي الدين استشهد، ولكن استشهاده كان منذ وقت، وهذا بعد تعافي المقاومة بالنتائج الملموسة بموضوع القيادات. لابد أن نقول أنه يعني ليس لها قيمة اليوم من الناحية العسكرية ومن الناحية القيادية في حزب الله. ويعني للإشارة إلى مسألتين، يعني المسألة الأولى الضخ الإعلامي الذي كان يعني يحدث ما قبل هذه الفترة، أن وكأن اتهام إيران باستشهاد السيد حسن نصر الله وخليفته هو السيد صفي الدين، وهذا كان متفق عليه، وكان السيد صفي الدين هو لديه علاقات أهم بإيران، وكل هذه المقولات التي سمعناها من كافة الإعلام إن كان عالمي أو عربي أو غير ذلك، قد تنحت هذه جانبا بعد يعني الإعلان عن استشهاد سماحة السيد. إضافة إلى أن هذه المسألة يعني مسألة استشهاد السيد صفي الدين هي أكثر كانت أكثر إيلاما على حزب الله في وقتها من استشهاد سماحة السيد، لأنه هو القائد التنفيذي في حزب الله وليس القائد السياسي. يعني صحيح أن رمزية سماحة السيد هي الأهم، ورمزية سماحة السيد على صعيد العالم العربي هي أهم، ولكن في تلك الحقبة كانت أكثر إيلاما استشهاد سماحة السيد. وأعتقد أن بيان حزب الله بتلك الفترة يعني أوضح أن سماحة السيد هو مستشهدا من خلال أنه يعني قال أنه قطع الاتصال معه في 5 من هذا الشهر. اليوم بعد تعافي المقاومة يعني أن هناك قيادات جدد، هناك أمين عام جديد، هناك أو على الأقل رئيس مجلس تنفيذي جديد في حزب الله قادر على إدارة كل هذا الصراع، والواضح من خلال اليوم وقد وصل مرتين إلى تل أبيب صواريخ المقاومة الإسلامية
واحدة منها إلى جاليلوت يعني قاعدة عسكرية، والثانية إلى أحد مصانع العسكرية في تل أبيب. يعني يؤكد أن هناك تعافي للمقاومة من ناحية القيادات. وأعتقد أن هناك مسألة مهمة جدا يجب الإشارة إليها، أن القيادات الجدد الغير معروفين لن تنكشف تفاصيلهم لسنوات أمام المخابرات الإسرائيلية، لأنهم أصلا غير موجودين على الساحة، كما بعض تحدث بعض القيادات في الجيش العدو الإسرائيلي والمخابراتي، أنهم غير مكشوفين على يعني عندهم لديهم معاناة بمعرفة من هم هؤلاء القادة. والظاهر أنهم قادة كفؤين وذات قدرات عالية، وربما يعني يكونوا متفوقين على القادة القدماء. شكرا، نعم، تفضل. أنتقل إليك دكتور عاصف ملحم. يعني هذه الاغتيالات كيف قرأتها أنت، وهل من الممكن أن تؤثر على استمرار الحرب واستمرار المعركة التي على ما يبدو ما زالت يعني طويلة أمام الحزب في مواجهته لإسرائيل؟ نعم، مساء الخير لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. يعني السيد صفي الدين كان مستشهدا منذ أسبوعين، تقريبا أكثر من أسبوعين، ولم يتغير في واقع الميدان شيء، وهذا دليل على أن يعني من يحارب على الجبهة ومن يمسك البندقية ويقاتل لا يتأثر بشكل أو بآخر بتغير هذه القيادات. لابد أن هؤلاء القادة الميدانيين والجنود الذين يحاولون مقاتلي حزب الله الذين يحاربون على الجبهات قد شعروا بأن يعني أن السيد صفي الدين قد استشهد، ولكن لا يتحدثون عن ذلك. ومع ذلك تابعوا، يعني ولاحظنا هناك تزايد مستمر في الرشقات الصاروخية التي تقصف بها إسرائيل، ويتزايد المدى ويتسع، يعني وهناك دائما نوعية جدا من الصواريخ. لذلك أعتقد أن استشهاد أي قائد سواء كان السيد حسن نصر الله لم يتغير شيء، صحيح أنه ضربة مؤلمة بالتأكيد، يعني استشهاد السيد حسن نصر الله، استشهاد صفي الدين، هاشم صفي الدين بالأحرى، واستشهاد باقي القادة الكبار في حزب الله هي ضربة قاسمة وكبيرة لحزب الله، ولكن لاحظنا أنه لم يتغير شيء في أداء الحزب إطلاقا. والجيش الإسرائيلي لم يتمكن من الدخول في أي نقطة على الإطلاق في لبنان، يعني هو تغلغل في أماكن محدودة ولم يتغلغل داخل البلدات والقرى الحدودية إطلاقا. لذلك وهذا دليل قاطع على أن الحزب يعني يقوم بدوره كما يجب وكما عهدناه سابقا. ولكن بغض النظر طبعا الآن الحزب هو في أمام معضلة حقيقية، كيفية تغيير استبدال هؤلاء القادة، كيفية تعيين قادة جدد. وفي ظل هذا الانكشاف الاستخباراتي والانكشاف الأمني الكبير هناك صعوبة بالغة بالتأكيد بتعيين قادة جدد في المستقبل القريب أو حتى المتوسط. نعم، طيب سيد نضال زهوي، يعني هذا الاختراق الذي تم في غضون هذا الشهر هو اختراق كبير بلا شك، بدأ بتفجير الأجهزة اللاسلكية ومن ثم تبعتها هذه الاغتيالات، كل هذا ألا يمكن أن يؤثر على ديمومة هذه المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي فيما لو طالت؟ يعني الضربات التي تلقتها المقاومة الإسلامية في لبنان كبيرة جدا، وكانت مؤلمة جدا وقاسية جدا، إلى حد أنها لو تلقتها دولة عظمى لكانت قد سقطت هذه الدولة بكل أريحية، لأن ما حصل هو كان كبيرا جدا. إلا أن ما نشاهده كان واضحا أن هناك تعافي يعني سريع، وبالإضافة إلى أن هناك يعني ما أريد أن أقوله لضيفك الكريم أن هناك القيادة كافة القيادات العسكرية قد عينت وهي اليوم في ساحات قتال دون أي تأثير على مسار العمل المقاوم. ولذلك هناك نشهد أن منظومة القيادة والسيطرة من خلال التنسيق العملان ما بين القوى الصاروخية المتوسطة المدى والثقيلة والقريبة المدى، بالإضافة إلى سلاح المسيرات. هذا التنسيق الدقيق يعني يلزمه قيادة وسيطرة منظومة كاملة جاهزة وذات يعني إمكانيات إدراكية وإمكانيات أقصد أنها يعني لديها خبرات عالية.
بما يعني أن القيادات أصبحت موجودة، وهذا ما قاله يعني سماحة نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، وكذلك ما قاله محمد عفيف، يعني المسؤولان قد صرحا بأن هناك التعيين القيادات العسكرية كان سريعا يعني، وتعافت المقاومة، ونحن نشاهد من خلال العمليات نعم هناك تعافي. نعم هناك مسألة، يجب تقسيم المرحلة الدفاعية بحزب الله إلى مرحلتين، المرحلة الأولى التي يعني كانت بمجهود الجبهة، يعني بمجهود الجبهة لا يوجد تنسيق قيادة مع تلك الجبهة، عندما كانت الجبهة فقط على الخط التماس، كان المقاومون دائما يحرصون على أن لا يدخل الجيش الإسرائيلي سنتيمتر واحد، وهذه خطة يعني غير مدروسة. وأعتقد أنه التدريبات التي يعني كانت تحصل في حزب الله على نظام دفاعي اسمه الدفاع المرن، ما نسميه نحن في الجيوش أنه الدفاع الثابت بالعمق، هذا أنه يمكن أن يسمح للعمليات للتقدم البري بأقنية معينة، بقنوات معينة، الدخول لإبادة هذا التقدم. ومن هنا نبدأ أن نشرح أن هناك منذ 5 أيام أو 6 أيام إلى اليوم هناك مرحلة أخرى، مرحلة جديدة، عندما تعافت القيادة والسيطرة في حزب الله قد حصل مثل هذه العمليات، وخصوصا في عملية القوزح، منطقة رامية، منطقة عايت الشعب، هذا المحور باتجاه القوزح سمح للعدو الإسرائيلي بالوصول إلى القوزح، وكان قد حضر له كمائن مهمة جدا للقضاء على كافة المجموعة التي تقدمت في تلك المنطقة. لذلك اليوم يحرص الإسرائيلي دائما على أن يكون التقدم خطي وليس بمنطق كوريدور أو بمنطق الدخول الفردي المحوري، كمحور تقدم، لا يوجد محور تقدم اليوم. أعتقد أن هذه بدء مرحلة التعافي قد اتضحت من خلال المرحلة الثانية في الدفاع بالمراقبة الدقيقة، يعني ذلك أننا اليوم بدأنا بالمعركة وليس هناك أي تراجع بسبب فقد القيادات وفقد القادة السياسيين والعسكريين. اليوم بدأت المعركة منذ 6 أيام إلى اليوم، أعتقد ذلك جازما، لأن التنسيق هذا الدقيق لا يمكن أن يكون إلا من خلال منظومة قيادة وسيطرة كبيرة جدا وكفؤة جدا. نعم، أعود إليك مجددا دكتور آصف. يعني الآن لا مفاوضات تحت إطلاق النار، هذا ما قاله حزب الله اللبناني اليوم، وهناك كثافة في إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة كما ذكرنا. إلى أي مدى يؤثر تصاعد الهجمات في العودة إلى المفاوضات؟ طرح الطرف الآخر يعني الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي حقيقة وكأنه شكل من أشكال استسلام للبنان. عندما كان هوكشتاين في بيروت ماذا قال؟ يعني وضع شروطا حقيقة، وكأنه يعني نريد تفتيش كل الحواجز وكل نقاط المراقبة وكل البيوت، بما في ذلك البيوت الخاصة، يحق للقوات الدولية، قوات حفظ السلام موجودة في جنوب لبنان، أن تفعل ذلك، أن ينسحب الجيش، أن تنسحب عناصر حزب الله وكل معداتها العسكرية إلى شمال الليطاني ولمسافة لا تقل عن 2 كيلومتر. يحق لإسرائيل أن تفتش كل الموانئ اللبنانية وكل حركة السفن والمطار، وأن تغلق الحدود مع سوريا وتقوم بتفتيشها. يعني أمام هذا الواقع يعني، وأنه يطلب تقريبا من إعادة احتلال لبنان بصيغة أخرى، وهناك أنباء تأكدت يعني عن أن بعض الجهات في الولايات المتحدة الأمريكية تريد فرض ما يمكن أن نسميه جيش لبنان الجنوبي،
جيش أنطوان لحد يعني الذي عاث فسادا في جنوب لبنان وحارب مع الجيش الإسرائيلي إلى يعني ضد لبنان. يعني تخيل إلى هذه الدرجة وصلنا. لذلك أمام هذا يعني الغطرسة وهذا يعني التكبر والعنجهية الإسرائيلية الأمريكية المشتركة، لا يوجد أمام حزب الله سوى متابعة الحرب حتى النهاية. نحن أمام يعني حرب، وقد عبر يعني سماحة السيد حسن نصر الله سابقا قال نحن لا يمكننا أن نحقق يعني نصر بالضربة القاضية، نحقق نصرنا بالنقاط. ولذلك هنا سننظر يعني إلى أي مدى قادر حزب الله على الصمود، وإلى أي مدى قادر نتنياهو على الصمود. أعتقد يعني أنا وفق تقديري كل ما نلاحظه الآن من مما يجري الآن في سواء في غزة أو في جنوب لبنان، وعندما يقوم يعني من جديد بالهجوم على جباليا وعلى شمال غزة، ويقوم بقصف البيوت على 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 رؤوس ساكنيها ومنع المساعدات الغذائية، كل هذا يعني تصعيد على أكثر من جبهة. نعم، كل هذا من دلائل الفشل، لأنه لا يوجد عنده ما يقصفه. يعني المقاتلون الموجودون في جباليا الآن يستخدمون يعني طريقة أخرى بالتعاون مع العدو الإسرائيلي. لم توقف القصف بالصواريخ، والآن يستخدمون العبوات الناسفة وقذائف الـ RPG وقذائف مولوتوف وغيرها. لذلك هذه المقاومة ما زالت موجودة، وأنه لا بد من تركيع هذا العدو عاجلا أم آجلا. وأعتقد أن حزب الله عنده من الإمكانيات وعنده من القدرة ما يكفي لذلك. يعني وضع غزة مختلف قليلا عن وضع لبنان. لبنان يعني فيه يعني جبال خشنة ووعرة، ولن يتمكن يعني عدو الإسرائيلي من اختراقها بهذه السهولة. وأعتقد أنه بعد فترة من الزمن وسيشعر أن ستبدأ بالأحرى أنباء الخسارات وأنباء القتلى في صف الجيش الإسرائيلي يعني تتوارد على وسائل الإعلام الإسرائيلية، ولا بد أن ينكسر هذا العدو في لحظة من اللحظات ويضطر الاستسلام أو التراجع. لأن ماذا قيل له فوكشتاين عندما كان في لبنان؟ قال السيد ميقاتي والسيد نبيه بري قالوا له بالحرف الواحد: نحن يعجبنا القرار 1701 ولا نريد غيره، تنفيذ غيره على الإطلاق، لأنه هو قال أيضا بنفس التوقيت أننا نريد تعديل هذا القرار. لذلك أعتقد أن الموضوع الآن متروك للميدان، وأعتقد أن حزب الله قادر على تحقيق نصر بالنقاط كما قلنا، وإجبار العدو على التراجع عن هذه يعني عن هذه الخطوات التي يريد فرضها على لبنان، أو على عن هذه الإملاءات التي تريد فرضها على لبنان. نعم، أعود إليك مشددا عميد نضال. الآن برأيك كيف سيتعامل نتنياهو مع تصريح حزب الله أنه لا مفاوضات تحت النار، خاصة في ظل الضغوط الأمريكية على نتنياهو؟ يعني منذ انتهاء اجتماع هوكشتين المندوب الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة والمبعوث الرئاسي الأمريكي في إلى لبنان، بدأت تكثافة الغارات على المناطق السكنية في الضاحية الجنوبية وفي صور وفي كل المناطق، يعني تكثيف هذه الغارات لمحاولة إجبار حزب الله وإركاع حزب الله لتنفيذ هذه الشروط أو تحسين شروط التفاوض ربما. ولكن بالمقابل كذلك هناك العمليات النوعية التي قام بها حزب الله، إن كان على الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة أو إن كان في الداخل الفلسطيني من خلال المسيرات ومن خلال الصواريخ الثقيلة والبعيدة المدى، وكما منها ما يصل إلى حيفا ومنها ما يصل إلى تل أبيب. هذه يعني كما أشار ضيفكم الكريم أنها ستؤلم العدو كثيراً ويعيد حساباته مع المرور الوقت، لأن قدرات حزب الله هي ليست فقط من خلال الإمداد الخارجي، هناك تصنيع داخلي وهو يعرف ذلك جيدا. ما يحصل في لبنان، ولكن الحمد لله أنه لم يعرف أين هي هذه المصانع. ولكن يعني أعتقد أن هناك قدرة لحزب الله على الضغط لمدة سنوات، ليس كغزة طبعا، لأن هناك المنافذ، كافة المنافذ في غزة هي مقطوعة ومساحة صغيرة ومناطق مبنية ومأهولة. يعني هذا الفارق، وفارق كبير. إلا أن المنطقة جنوب لبنان هي منطقة ذات طبيعة جغرافية تسمح للمقاومة باستخدامها بشكل جيد وممتاز. أعتقد أن الوقت هو الذي سيحدد متى سيتألم العدو أولا، وهو الذي سيتألم أولا. تفضل. نعم، طيب الأطراف اللبنانية الآن كيف
توازن بين كل ما يجري على الأرض من ناحية الميدان والدبلوماسية. نعم، هناك يعني مجموعة من اللبنانيين، وهم تقريبا ثلث سكان لبنان، وليس بمجمل هذا الثلث يعني يتكلم بنفس الطريقة، ولكن هي أصلا أحزاب يمينية متطرفة قد تأسست في أحضان الصهيونية العالمية كحزب الكتائب، والجناح العسكري سابقا في سنة 82 لحزب الكتائب كان اسمه القوات اللبنانية، وأصبحت حزب منفصل عن القوات اللبنانية، وبالإضافة إلى يعني حركة الوطنيين الأحرار الذين كما قال ضيفكم الكريم أنهم في سنة 72 أدخلوا سعد حداد الضابط اللبناني بأمر من رئيس الجمهورية السابق كميل شمعون إلى منطقة الجنوب للدفاع عن إسرائيل ومحاربة أبناء جلدته، وكان ذلك نكاية بجمال عبد الناصر الذي كان يدعم هذه المقاومة في حينها. ولم هناك لا وجود لإيران، كانت إيران بالستينات هي أصلا كانت بالحلف الأمريكي، يعني الثورة الإسلامية كانت ب79، ارتضت هذه الأحزاب أصلا أن تكون في حضن الصهيونية العالمية منذ بدايتها ومنذ تأسيسها. وأنت تعرف أن القوات اللبنانية في سنة 82 هي من ارتكبت مجازر صبرا وشتيلة. يعني أنا اليوم بموقع لا أريد أن أكون دبلوماسيا مع نعم. أحد، وأريد أن أقول الحقيقة كما هي، يعني من ساعد الإسرائيلي بسنة 82 هم القوات اللبنانية، وأتوا بيومها برئيسين جمهورية على الدبابة الإسرائيلية، واليوم هم يريدون نفس السيناريو، يعني يطمحون لنفس السيناريو الذي حصل في سنة 82 مع اتفاقية 17 أيار جديدة متمثلة اليوم ب17/01 بلس كما أسماها هوكشتاين. أعتقد أن هذا المخطط بكامله لن يمر. صحيح أنهم هم يمتلكون الإعلام في لبنان، والوسائل الإعلامية الشريفة هي غير موجودة على أصلا حتى الأقمار الصناعية العربية باستثناء قناة الميادين التي اليوم استهدف مديرها العام في بيروت، والحمد لله أنا نجا يعني لم يكن في مكتبه عندما استهدف مكتبه. هذه الوسائل الإعلامية التي تضخ استهدافات على كل المستويات إذن. نعم، وترقص على دماء شهداء الشعب اللبناني ودماء الشعب اللبناني وكرامة الشعب اللبناني. هذه الوسائل الإعلامية وأحزابها المتبنية لهذه الوسائل أعتقد أنها ستفشل، وليس ستفشل، ستندم بيوم من الأيام على هذا الخيار الذي أخذته في غفلة من الزمن. نعم، أعود مجددا للدكتور آصف ملحم. دكتور آصف، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تصريح بلينكن بأن واشنطن لديها صيغ جديدة لتقديم حلول في المنطقة، ما مدى احتمالية يعني توقيع اتفاق تهدئة، وقف لإطلاق النار أو ما شابه قبيل الانتخابات الأمريكية؟ قبل الانتخابات الأمريكية سيدي هذا مستحيل. يعني هناك نقطة أنا لم أشير إليها في تعليق السابق على هوكشتاين، يعني عندما أرسل هوكشتاين إلى لبنان يعني نعلم جيدا يعني إعداد أي وثيقة عمل، أي وثيقة على الإطلاق، مهما كان النزاع صغير ومهما كان بسيط يحتاج إلى دراسة ومناقشة من الأطراف المتنازعة، وبالتالي هذا الموضوع يحتاج إلى شهر أو شهرين أو ثلاثة حتى تتفق على نقاط مشتركة تستطيع أن تقيم يعني عليها يعني صفقة نهائية إن صح التسمية. فما بالك بالصراع العربي الإسرائيلي المتجذر ويعني وفيه الكثير من الثغرات والمشاكل التي لا يدركها إلا فحول السياسة. يعني فلا أعتقد أن هناك إمكانية على الإطلاق، لذلك إرسال هوكشتاين في جانب من جانبه هو جزء من الحملة الدعائية
الرئيس بايدن بأنه يرسل رسالة إلى الشعب الأمريكي الغاضب من هذه المجازر التي ترتكبها إسرائيل في لبنان وفي غزة، بأن نحن نتابع هذا الموضوع ونعمل على حله بشكل أو بآخر. وأنا على قناتك محترمة قبل ذلك قلت يعني صورة يعني القضية الفلسطينية في ذهن الأمريكي وذهن الروسي أو ذهن الألماني تختلف عن صورتها في أذهان نحن العرب يعني، وبالتالي لا نستطيع أن نلوم يعني المواطن الأمريكي عندما تصل إليه أو بالأحرى لا تصل إليه كل خفايا المشكلة. يرى أن السيد بلينكن أو السيد هوكشتين جاءوا إلى لبنان والآخر ذهب إلى السعودية ويعرض الإعلام الأمريكي أنهم يحاولون حل هذه الأزمة، وقد والكثير من المواطنين الأمريكيين يقتنعون ويعتقدون أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى حل سلمي في هذه المنطقة. لذلك قبل الانتخابات الأمريكية هذا مؤكد أنه مستحيل، هو مجرد يعني عمل في الوقت الضائع. ونتنياهو كما نلاحظ يعني لم يوقف شيء على الإطلاق، وهو متابع في حملته العسكرية والإجرامية ضد لبنان وضد غزة. فيما يتعلق، أنا أريد إضافة واحدة فقط على كلام الضيف المحترم من لبنان. حقيقة في الليلة التي سبقت زيارة هوكشتاين إلى لبنان كثفت إسرائيل غاراتها على بيروت، وكأنهم يرسلون رسالة بهذه الطريقة كما بدأتم يعني حلقتكم اليوم بأننا نفاوض تحت النار، يعني وكأننا نحن أمام معركة سياسية صعبة ومعركة عسكرية صعبة، وإسرائيل ليست على عجلة من أمرها، وإذا لم تحصل على الشروط التي تريدها من لبنان فهي لن توقف أي حرب. لذلك الموضوع حقيقة معقد، ولا أعتقد أنه هناك إمكان لتحقيق أي شيء من يعني حتى نهاية رئاسة بايدن، يعني وحتى بعد مجيء رئيس أمريكي جديد إلى الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، نشترك معنا في هذا الحوار دكتور إيريني سعيد الكاتبة والمحللة السياسية معنا من القاهرة. أهلا ومرحبا بك معنا دكتورة إيريني. بداية يعني بلينكن دعا إسرائيل إلى رد لا يؤدي إلى التصعيد في المنطقة على إيران، ما طبيعة الرد الذي يمكن أن تقوم به إسرائيل من وجهة نظرك؟ الحقيقة أنه يعني القوات الخلاف أو الصراع ما بين إسرائيل وإيران يعني لم يكن مجرد ضربة عادية أو حتى مجرد تناوب لضربات. صحيح أن هذه الضربات هي مدروسة وهي محسوبة ومعلوم نتائجها جيدا، خصوصا أن إيران طالما يعني استدعت بعض المصالح السياسية والتي حكمت ضرباتها تجاه إسرائيل، أولا طبعا الاتفاق النووي الإيراني وأيضا العقوبات من قبل الولايات المتحدة، أيضا مصالحها مع الولايات المتحدة خصوصا في ظل بروز التيار الإصلاحي وتولي بازشكيان وهو التيار الإصلاحي أو ينتمي إلى التيار الإصلاحي ويسعى من خلال إدارته إلى التهادن مع الولايات المتحدة. فكانت كل هذه المصالح السياسية تهادن الردود الإيرانية تجاه إسرائيل، إلا أن الاصطياد الكبار من قبل حزب الله ومن قبل حماس أو اصطياد الكبار من قوات حزب الله وقوات حماس من قبل إسرائيل في الأراضي الإيرانية ويعني اعتدائها على السفارة الإيرانية في الأراضي السورية عام منذ انطلاق 7 أكتوبر، وتناوبت الضربات الإسرائيلية تجاه إيران الحقيقة وجميعها كانت ضربات كاسرة اصطادت بها الكبار. كل هذه الضربات ومع المصالح السياسية الإيرانية أو حاولت إيران إحداث حالة من التوازن ما بين مصالحها وما بين ضرورة الرد على إسرائيل، بالتالي كانت لها هجمتين نوعيتين الحقيقة أحداثها في بداية شهر أكتوبر ومن قبلها في إبريل، وكلها كانت يعني ضربات أيضا نوعية. صحيح قيل إنها استعراضية لكنها لم تكن استعراضية، بل بالعكس جاءت من أجل يعني إعطاء إشارة ورسالة مهمة جدا لإسرائيل إننا قادرين حيثما أردنا. بالتالي الضربة الأخيرة والتي كانت بداية الشهر يعني تحاول إسرائيل إحداث بعض الإجراءات والاستعدادات التكتيكية من أجل الرد، ومتوقع أن يكون الرد يعني اتجاه بعض المصالح العسكرية، لكن يستبعد أن يكون هذا الرد تجاه مصالح نووية خاصة بإيران لسببين. الأول أن إذا اقتربت إسرائيل إلى المصالح النووية الإيرانية أعتقد أنها ستكون بداية النهاية، هذه جزئية، وأن ما يراعى من قبل إيران من مصالح سياسية أعتقد أنها أهم مصلحة سياسية قد ضربت، بالتالي سنواجه بضربات إيرانية مكثفة وهنا قد تندلع الحرب الشاملة. هذه جزئية أو هذا سبب. السبب الآخر أو الدافع الآخر أن المصالح النووية الإيرانية ليست بس
تستاهل أن تترك من قبل إيران. أعتقد أنها متواجدة على أنفاق بعيدة جدا، وأعتقد أنها مؤمنة ومحوطة بشكل كبير جدا تقني وتكنولوجي، وفيه العديد من الاحتياطيات الهامة جدا والتي قد تبعدها عن أن تكون معروف أنها هدف مهم جدا لدى إسرائيل، يعني حتى من قبل السبع أو من قبل السبع من أكتوبر، وهذه المستهدفات النووية من قبل إسرائيل أو النووية الإيرانية هي مستهدفة من قبل إسرائيل. فأعتقد أن هذين الدافعين قد يعني يحول أو يحول دون يعني الاقتراب من هذه المصالح النووية. يقال أن الولايات المتحدة وكما توقعنا جاءت بتعليمات مباشرة إلى إسرائيل بعدم الاقتراب من المنشآت النووية الإيرانية، وهو ما يؤكد الاتجاه بأن الضربات محسوبة بين الجانبين، سواء من قبل إسرائيل أو من قبل إيران. كافة الضربات هي محسوبة، هي مدروسة، معروف تداعياتها ونتائجها، لكن طبعا لابد من أن يكون هناك تناوب لهذه الضربات. يعني لن تعدو أن تكون لربما دكتورة إيريني مجرد رد على ما قامت به إيران من هجوم بالمسيرات والصواريخ. أيضا على نحو مهم جدا، وهو كيفية نشر المنظومات الصواريخ الأمريكية والرادارات والقاذفات وغيرها من الترسانات العسكرية، والتي زودت بها مؤخرا يعني الولايات المتحدة إيران أيضا 7 مليار دولار كشحنات عسكرية أو مساعدات عسكرية أخيرا، يعني تزامنت وزيارة بلينكن، زيارة بلينكن والتي جاءت من أجل الدعم السياسي لإسرائيل. يعني امتنعنا مؤخرا على التعويل على مثل هذه الزيارات، أخذت النمط التقليدي، أخذت النمط والذي يدعو إلى دعم إسرائيل، وبالمقابل أيضا الاتجاه الأمريكي الواضح والبارز جدا منذ السبع من أكتوبر، وهو خلق حالة من التوازنات ما بين مراعاة مصالحها في المنطقة، دعم الولايات أو دعم إسرائيل، وفي نفس الوقت اصطياد الكبار من قادة حماس. الولايات المتحدة هي راغبة بشكل كبير جدا وتعلم على علم كبير جدا بما يحدث، ويحدث برضا كامل منها بدليل الدعم السياسي والعسكري واللوجستي، وهي من أوائل المسؤولين عما يحدث بالمنطقة. نعم، عميد نضال، يعني من وجهة نظرك شكل المواجهة القادمة لربما ما بين إيران وإسرائيل كيف سيكون؟ يعني أعتقد أن كل الإعلام الذي يحصل والدعم السياسي الذي يحصل والمفاوضات والاتفاقات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني هي جزء منها خداعي أكثر ما هو حقيقي، لأن لدى للولايات المتحدة الأمريكية مصلحة في استهداف إيران، سأدخل في سياقها بخلال الشرح. وهناك مسألة أخرى، أن استبعاد ضرب المنشآت النووية ممكن أن تكون صحيحة، لأن هناك الكثير يعني يريد الأمريكي أن يظهر أمام الإيراني أنه قد منع إسرائيل من استهداف الأسلحة النووية، إلا أن هناك مسألة مهمة جدا يجب الإشارة إليها بمنظومة تاد الأمريكية التي وصلت إلى الكيان الصهيوني، وهي صواريخ فرد صوتية تصل سرعتها إلى 8 ماخ، وهذه الصواريخ هي غير مجهزة برأس تفجيري، إنما بحركة ميكانيكية، ويمكن أن تخرب عمل الصاروخ أو تحرفه عن اتجاهه، وبهذه الحالة لا يمكن استخدامه في مناطق الداخل الفلسطيني المحتل، لأن أي انحراف لهذا الصاروخ البالستي الفرد صوتي الإيراني الذي ممكن أن يصل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة ممكن أن ينفجر في مناطق سكنية، وممكن أن ينفجر في مناطق أهداف أهم من الهدف الذي كان ينشده هذا الصاروخ، لأن ما يمكن أن تستخدم هذه النوع من الصواريخ، هذه الأنواع من الصواريخ فقط الاتجاهات البحرية، أي أنها ستحمي منشآت منصات الغاز الموجودة في البحر المتوسط، في منصة لافيتان وكريش وغيرها من المنصات الموجودة في البحر المتوسط. لذلك يعني أعتقد أن الخطة الإسرائيلية الأمريكية هناك باستهداف المنشآت الغازية في الجمهورية الإسلامية في إيران لأسباب بالجيوسياسة، هناك لا يعني بجيوسياسة الطاقة، النفط السائل يؤثر على الاقتصاد العالمي، بينما الغاز وتسعيرة الغاز هي في المناطق عبر المناطق وليس في الاقتصاد العالمي. يعني ممكن أن يكون
سعره في أستراليا غير سعره في إيران. وهناك مسألة مهمة، أن الغاز الإيراني هو يستخدم داخل إيران أكثر بكثير من استخراجه لبيعه أو تصديره، والشعب الإيراني كله مستفيد من هذا الغاز. لذلك هذه مسألة مهمة جدا يجب الإشارة إليها، إلى أن الهدف الإسرائيلي من الممكن أن يكون، وأكثر احتمالية أن يكون، هي منشآت غازية غير المنشآت العسكرية التي ممكن أن يستهدفها، وهذا سيؤثر على الشعب الإيراني بشكل عام، وممكن أن يحدث قلقلة كبيرة في الشارع الإيراني. هذا سياق واضح من خلال التحليل التقني للعملية الصاروخ وعمله وشغله. إلا أن يعني مسألة حماية الأراضي الإيرانية من قبل الجمهورية الإسلامية، هو حصل كذلك بالتنسيق مع الروسي، وهذا ما كنت قد أشرت إليه في المقدمة، أن الأمريكي له مصلحة بتجربة F-35 مقابل SS-400، يعني وكذلك الروسي يريد تجربة تهدئة هذا السلاح في على الأراضي الإيرانية، وليس بالمباشر ما بين الأمريكي والروسي، لأن يعني تصادم هاتين الدولتين لم تحصل ولن تحصل يعني بالمستقبل بالمباشر. بهذه الحالة يعني أعتقد أن هناك تضليل إعلامي وتضليل وخداع لطمأنة الإيراني كي يكون هادئا، ويخرج بس فقط المراكز العسكرية المعروفة كمنشأة سيد الأنبياء في بالقرب من طهران من الخدمة بخلال هذه الضربة. ولكن المسألة هي أصعب بكثير، وأعتقد أن الأسلحة الروسية والأسلحة الإيرانية كسلاح خصوصا السلاح المضاد للطائرات V-373 الذي هو مستنسخ عن SS-300 قادر على إسقاط الكثير من الصواريخ، بالإضافة إلى أن منظومة SS-400 الذي هي فرد صوتية، وكذلك يعني مسألة الرد الإيراني هي ستكون حاسمة وكبيرة، وممكن أن تشكل تغيير جذري في كيف منظومة الشرق الأوسط من خلال الصواريخ الفرد صوتية الإيرانية، لأنها كذلك كما أن F-35 هي كاسرة للتوازن في منطقة الشرق الأوسط، إلى أن الصواريخ الفرد صوتية التي يعني تصل سرعتها عند السقوط إلى 16 ماخ، يعني ضعفي سرعة صاروخ ثاد. وأعتقد أن فشل يعني احتمالية فشل صاروخ ثاد باعتراض هذه الصواريخ كبيرة جدا، وأعتقد أن موازين القوى ستتغير بحال الضربة الإيرانية باتجاه أو الرد الإيراني باتجاه الكيان الصهيوني. نعم. دكتور آصف، يعني على ما يبدو توقيت هجوم إسرائيل على إيران كان الموضوع الرئيسي لزيارة بلينكن هذه، يعني ما الذي تخشاه الولايات المتحدة الأمريكية برأيك؟ سيدي، أنا طبعا فيما يتعلق تفضل به الضيف المحترم حول صواريخ ثاد وغيرها، حقيقة هناك استكمال للاستعدادات يعني في إسرائيل من ناحية هذه الصواريخ، لأنه كما قال الضيف يعني بأن الرد الإيراني سيكون دون أي تنسيق، يعني مجرد ما فكرت إسرائيل بقصف إيران سيكون الرد مباشر. وهذه والنقطة التي أشار إليها حول المواجهة بين S-400 والطائرة F-35، حقيقة هناك جدل واسع بين الخبراء العسكريين هنا في روسيا حول هذا الموضوع، وهل يتمكن صاروخ S-400 من القضاء على الطائرة F-35؟ من حيث المبدأ هو قادر، ولكن كيف ستكون ظروف المعركة هو هنا العقدة وهنا المشكلة، يعني وخاصة أن الرادارات الموجودة يعني التي ستقوم بكشف الطائرة F-35 قد تتعرض لضربة إسرائيلية مسبقة قبل أن تتمكن الطائرة نفسها من التقدم. يعني طبيعة المعركة التي ستجري وما سيجري لاحقا يعتمد على الكثير من العناصر الموجودة، ولكن الثابت في هذا الموضوع أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل متفقتان على ضرب إيران، كل له أهدافه، وليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، بل معهم بريطانيا أيضا، لأن بريطانيا عندها مشاريعها الخاصة في منطقة جنوب القوقاز،
وزعزعة استقرار هذه المنطقة، وهي متفقة مع تركيا إلى حد بعيد يعني إلى على زعزعة هذه المنطقة بهدف العبور إلى آسيا الوسطى. وهذا الموضوع أنا تحدثت عنه بالمناسبة بعد رأس السنة مباشرة، وأكدت هذا الكلام بأن هناك صفقة أمريكية تركية حيال هذه القضية. طبعا المشروع اتساع بزعزعة جنوب القفقاز هو مشروع بريطاني أمريكي تركي، الوصول إلى آسيا الوسطى وتوسيع يعني نفوذ تركيا باتجاه آسيا الوسطى هو مشروع بريطاني تركي بامتياز، ويتبناه تحديدا رئيس جهاز الاستخبارات البريطانية المدعو ريتشارد مور، واللي كان في يوم من الأيام سفيرا في تركيا وساعد أردوغان عندما حصلت محاولة الانقلاب عليه في عام 2016، والتي كما يقول أردوغان نفسه قادها جوزيف فيتيلا. لذلك نحن أمام مشهد حقيقة إسرائيل تقريبا هي خارج معادلة. إسرائيل تقول أنني أريد المحافظة على أمني، هي حقيقة الآن أمام تهديد وجودي. عندما ترى هذه الجماعات المنتشرة عندنا في العراق، في اليمن، في سوريا، في والضفة الغربية، غزة، لبنان، يعني في الخيال الإسرائيلي يبدو أنه أصبح الأمر على هذه الشكلة. إذا كل هذه المجموعات قويت في فترة من الزمن بعد 5 سنوات وأصبحت بقوة حزب الله، فستكون قادرة على اقتلاع إسرائيل من جذورها. لذلك نلاحظ هي تحارب بشكل عشوائي ولا تعرف ماذا تفعل. أما قصف إيران ومحاولة زعزعة استقرار إيران فهذا هدف أمريكي بريطاني إسرائيلي بامتياز. نعم دكتورة إيرين، يعني هناك من يقول بأن إدارة بايدن تريد تقليص الهجوم الإسرائيلي على إيران إلى أبعاد رمزية أو تأجيله على الأقل إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية، هل تتفقين مع ذلك؟ قد يكون بنسبة، لأنه يعني لدي أطراف عديدة فيما يخص هذا الموقف. يعني أعتقد أن بايدن كان يحاول إلى حد كبير، وهو ما فشل فيه، هو تجميل أو الاتجاه الإيجابي في ختام مشواره السياسي والتعامل مع هذه القضية وربما إنهاء الحرب. هو ارتضى بالنيل من الكبار بقادة حماس، وارتضى ب يعني حفظ بعض المصالح الأمريكية والبروس يعني كتحالف قوي أو كدعم قوي لإسرائيل، خوفا من يعني خوفا على المصالح الأمريكية، وخوفا أيضا من وصول بعض القيادات الخاصة بحماس وحزب الله إلى داخل واشنطن. يعني متعرف عليه أن إسرائيل تحارب هذه الجماعات الجهادية نيابة عن الولايات المتحدة، فبالتالي كان من أهم أهداف الولايات المتحدة هو حفظ مصالحها وحفظ يعني هذه الجماعات أو السيطرة عليها عند حد معين. لكن يبدو أن بايدن فشل في هذا الموقف، وهو يعني في إطار الصراع الذي جرى بينه وبين نتنياهو كان هنالك حالة من الصراعات وحالة من محاولات السيطرة على الموقف، لكن لم يكن أمام الولايات المتحدة سوى يعني التمدد في الإمدادات العسكرية والدعم السياسي والدعم اللوجستي خوفا من تراجع إسرائيل وخوفا من تراجع موقف الولايات المتحدة. هنالك أيضا توجه مهم جدا خاص ببايدن كما ذكرنا أنه فشل، بالتالي لم يكن أمامه سوى مواصلة هذه الإمدادات. وكما ذكرت أن زيارة بلينكين جاءت في هذا الإطار وفي إطار التأكيد على الدعم السياسي. أما ما يخص الانتخابات الأمريكية سواء كان هاريس أو حتى ترامب، فأعتقد أن السياسات القادمة لن تؤثر على نتنياهو، بل سيحكمها التحالف المتعارف عليه ما بين الجانبين والدعم المهم جدا لإسرائيل من قبل الولايات المتحدة. هذه العقيدة المهمة جدا هي من ستحكم سياسات القادم. لكن هنا أيضا بغض النظر عن السياسات الأمريكية يحكمنا مفهوم مهم جدا، كيف لإسرائيل أن تكون عجزت عن الفهم الاستراتيجي؟ أوضح أكثر، كيف لها أنها ظنت أنها ستحارب هذه الجماعات، يعني أن تحارب حزب الله وأن تحارب حماس، وهي تعلم جدا أنهم أفكار وأنهما انقضت على بعض القادة، فهنالك بعض القادة وهنالك هيكل تنظيمي مهم جدا، وأن حماس وحزب الله قادرة على إعادة التنظيم وقادرة على إعادة الصفوف أو تنظيم هذه الصفوف والخروج ببعض القيادات، بالتالي يعني أن تمتد في محاربة هذه القيادات وأن تستنزف بهذه الصورة ربما قوة حزب الله وقوة حماس في عدم النظامية، في عدم نظامية هذه الجيوش، بالتالي تستنزف إسرائيل وتستنزف في الداخل الإسرائيلي وتواجه باقتصاد متراجع. بالتالي رغم استمرارية هذه الحرب ورغم يعني الأهداف كما ذكر عشوائية، لكن أيضا الأصعب وهو غياب المؤشرات. لم يكن لدي مؤشر مهم جدا أقدر من خلاله أني يقال أن هذه الحرب قد تنتهي عند الوصول
إلى هذا المؤشر. الأهداف يعني ليست واضحة، والهدف المهم جدا لم يتحقق وهو عودة الرهائن، وهو ما يعني يعمل على انقلاب الداخل الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك دكتورة إيرينا سعيد الكاتبة والمحللة السياسية، كنت معنا عبر الزوم من القاهرة، والشكر كذلك للعميد نضال الزهوي كان معنا عبر الزوم وهو الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت، والشكر لضيف الدكتور آصف منحم الكاتب والمحلل السياسي كان معنا من موسكو. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدينا الكرام على المتابعة، إلى اللقاء.